مرحبا بكم في قناة مطبخ تينيبسان. اليوم من المطبخ يجلكم وصفة التي ما استغناوش عليها لشهر رمضان الكريم، واللي هي الهريسة، محبوبة جدا عند الجزائريين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وترفع علينا هذا الوباء في أقرب وقت يا رب. قولوا البنات كامل آمين. هاد الوصفة تاع اليوم البنات اللي هي الهريسة اللي نحبوها بزاف بزاف، عملتها لكم باللبن، جات ناجحة البنات، روعة بنينة بزاف، شاربة مليح داك السيرو طرية. اذا خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. باش نحضروا الهريسة تاعنا تنهار اليوم، الكل يسميها الشامية، الكل يسميها قلب اللوز، كل واحد وكيفاش يسميها. نبداو بالشربات هي الاولى، ونختاروا الكيلة اللي نعملوها في الوصفة تاعنا. المهم الكاس اللي نبداو به ولا الغرفية ولا يعني الكيلة لا ميجور اللي نبداو بها، نعملوا بها كامل المقادير، نعبروا بها السميد، الماء، السكر، كل شيء. انا اختاريت هذا الكاس يجي قد الصينية ديالي، وهنا نتوما تختاروا الكاس ولا الكيلة على حسب الصينية ديالكم. نعمل 3 كيلات سكر، كاس الاول، كاس الزوج، والكاس الثالث. نزيدوا له شريحه تاع الليمون، ونزيدوا 6 كيسان تاع الماء. كاس الاول، الزوج، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. نحركوا مليح على السكر ونحطوا فوق النار، النار تكون عندنا متوسطه حتى يبدا يغلي. السيرو ديالي بدا يغلي، نقصلوح شويه ونحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. صاي فاتت 10 دقائق وهي تغلي، دروق نطفي عليها. هاولي طفيت عليها، ونزيد لها نفس الكاس كما راكم تشوفوا اللي عبرت به السكر والماء، نعبر به نص كاس ما زهر الاخير. هكذا النار عندي طافيه، نحرك عليه ونخلي الشربات ديالي يبردوا، نفوتوا ضوء نوجدوا السميد. البنات شوفوا السميد اللي نخدم به الهريسة، هو تاع الميزان، ما فيه حتى ماركة. الغليظ كامل، خشين كامل، ما تستعملوش تاع دوك الباكيات على خاطر ما يخرجش خشين بزاف. شريو حتى نتوما تاع الميزان. انا اليوم راني شريت كيلو باش نعمل به الهريسة، وبالطبع الكاس ديالي عبرت به، السعة ديالو 160 مللتر، وهذه هي الصينية اللي راني ماشي نعمل فيها الهريسة. القيس ديالها هو 34 سنتيمتر على 24 سنتيمتر. نوريكم تنفتحوا، شوفوا كيفاش يبان، يبان حتى كحل. شوفوا الحبه ديالو خشينه، هذا هو حتى الهريسه. نختاروا الكاس ديالنا، انا خصني نعبر منه 6 كيسان، عليها اليوم الكاس ديالي صغير، خاصني 6 كيسان تاع السميد، وجاوني مليح مع الهريسه. وهنا كل واحد كيفاش يحب، كاين الناس اللي تحب هريسه عاليه، كاين اللي تحبها رقيقه، هنا كل وحده كيفاش تحب. نعبروا منه 6، هذا الكاس الاول، هذا الزوج، هذا الثالث، نقصلوح شويه، هذا الرابع، الخامس، هذا السادس. هاو 6 كيسان تاع السميد. شوفوا ما عملتش كامل كيلو، راني حوالي كاس ونص ولا، نوزع كامل السميد. خاصكم تشوفوا دائما شويه الحيط تاع السينيه ديالكم يكون فيها شويه العلو، وحتى ماشي هكذا عاليه بزاف بصح يكون فيها شويه العلو، خاطر هي دوك تزيد تنتفخ مع الشربات. هاو نسكت السميد ديالي مليح في الهريسه، نحاول نشوف شحال السمك ديالها. شوفوا جاني تقريبا هكذا مع اللي دوك تنتفخ لنا بالشربات وكلشي، دوك تزيد في السمك. نجيب الصحفه ديالي، نرجع السميد ديالي دروق في الصحفه. اذا 6 كيسان تاع السميد الغليظ كما شفتوا معايا، حنا عبرناهم، نزيدوهم 3 كيسان تاع السكر، الكميه تاع السكر نصف الكميه تاع السميد. نبداو نعبروا، بسم الله نفتح شويه. هذا الكاس الاول، هذا الكاس الزوج، انا ما نعملهمش معمرين حتى الشنايف باش ما تجيناش حلوه بزاف. وهذا الكاس الثالث، نزيدوهم رشه من الملح، ملعقه صغيره تاع لافاني، نصف ملعقه صغيره تاع القرفه بودره، هنا اختياري، اللي ما يحبهاش ما يعملهاش. نصف ملعقه صغيره تاع عطر اللوز حلو، حتى هذا اختياري، خاطر انا ماني ماشي نعمل فيها لا لوز لا او اليوم اللي ماشي نعملها عاديه، حبيت نعطي السميد ديالنا شويه البنه. نخلط مليح كامل هاد المواد جافه، خاصني ندخل مليح السكر والسميد بيناتهم، ما نخليش السميد يبان بوحدو والسكر بوحدو، خلطوهم جيدا. هاد المرحله ضروري تحكوا مليح بين السميد والسكر. نخلط مليح، نعاود نشوفكم ان شاء الله. خلطنا مليح بين السكر والسميد وكامل هذوك المواد الجافه حتى ما بقيناش نفرقوا بيناتهم. الان نزيدوا نص كاس ماركارين دايبه، والنص الاخر نزيد نعمره بالزيت، هنا اختياري، اللي تحب تعمل كامل كاس بالزيت استعمل. اسم خاصكم تشوفوا الزيت من النوعيه الجيده اللي ما تكونش فيها البنه، باش هكذا هاد الهريسه ما تجيناش فيها البنه، يعني الذوق. نعمر الكاس ديالي بليدان، وضروري نحكوا مليح هذا بيدان مع السميد كما اللي نعملوا نبسسوا كلشي، نبسوه مليح مليح.
حنا حكينا مليح هذاك السنيد مع الميدان مع الزيت والزبده، دخلتهم مليح مليح. نفس الكاس عاود عبرنا به كاس تاع اللبن، هذا كاس تاع اللبن ماشي الحليب، ها هو اللبن، هذا اللبن تاع الشكاير شويه خفيف. معليش تحبوا تعملوا تاع القاروره، تحبوا تعملوا تاع الشكاره كما تحبوا. نعاود نزيدو نص كاس تاع الماء زهر بالتدريج حسب الحاجه. ندخل قبل هذا اللبن ما نعجنوش، غير ندخلو هكذا في صبعنا. هاد الهريسه ما تنعجنش كامل باش ما تجيناش مدكنه، ونبدا نرشها بماء زهر. صاي نعملو كامل كامل هاد نص كاس تاع الزهر، وكملنا كامل المكونات تاع الهريسه. هادو هما، هدا هو كلشي. راني دهنت الصينيه ديالي بالزيت هكذا غير بصبعنا، نخلط مليح. كي نحس بلي كلشي تخلط لي نجيب الصينيه ديالي ونفرش فيها الخليط. هنا الهريسه ديالي اليوم ماشي نعمل لها الحشو، ما عملتلها لا او لا لوز. اللي يحب يشوف الطريقه اللي نعمل الحشو ونزيد له الكاكاو وكلشي، راني عملت زوج تاع لي فيديو تاع الهريسه، دوك نحط لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. هكذا تشوفوا الطريقه اللي عملت فيها الحشو. السينية ديالي راني دهنتها مليح بالزيت، دروا نكب فيها هذا الخليط. نحاول نوزع في كامل الجوايح كيف كيف باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه، وما ندكنوهاش غير بصبعنا غير هكذا من الفوق، ما نزيروش عليها ما نضغطوش عليها. كي نحس كامل الجهات راهم كيف كيف نمشي نجيب ملعقه باش نسقد السطح ديالها. نغسل يديا ونمشي نجيب الملعقه باش نسقدو لا سيرفاس ديالها. جبت ملعقه دهنوها بشويه تاع الزيت باش ما تلصقلكمش هذا الخليط، ونبقاو نسقدو فيه ما نزيروش غير بشويه هكذا من الفوق. نسقدوها مليح مليح، نحيو لها كامل التشققات اللي فيديو فيها غير بشويه وما نزيروش. بعد اللي سقدنا مليح هذا السطح تاع الهريسه ما نخليوش كان فيها الشقاء باش يجينا الوجه ديالها شباب. نجيبو خدمين ونمشيو نقصوها. هنا كي نقصو ما نهبطوش حتى لتحت، نقصوها غير من الفوق. دم بسم الله كملت تقصاص تاع الهريسه ونخليها تريح ساعتين عاد نفوتو نطيبوها. خليت الهريسه ديالي تريح لي مليح، انا خليتها ساعتين، هنا خليوها من ساعه حتى ساعتين. بديو على الفرن ديالكم يسخن لكم مليح على 180 درجه مئويه. البنات هنا كل وحده وتعرف الكوشه ديالها والطياب ديالها. انا نقول لكم بالنسبه للكوشه ديالي، الكوشه ديالي عندي طيب لي من تحت بوحدو ومن الفوق بوحدو، عندي تاع الغاز نقدي عليها من تحت، نطيبها من تحت ترفد لي تقريبا 40 دقيقه 40 مينوت. كي تفوت 40 دقيقه نحسها بلي حمرت لي في الجناب، نطفي عليها من تحت نعاود نقدي نحمرها من الفوق. بصح النصيحه اللي نمدها لكم والسر تاع النجاح تاع الهريسه اللي ما بدتها لكم حتى قناه هو في الطياب ديالها. قبل ما تقديوها تحمروها من الفوق خاصكم تقلبوها، وكان تكون بقيت لكم طريه ما تحمروهاش، عاودوا نقصوها على الغاز وخليوها حتى تنشف حتى تيبس. هذا هو السر تاع النجاح تاع الهريسه. وكان الهريسه ديالكم ما تكونش ناشفه مليح ويابسه، الهريسه ديالكم تكون غاطي ما تشرب لكمش الشربات، خاص هي تكون يابسه والشربات كي نكبوا عليها عاد تطرى. انا صرات لي ما خاصنيش تصرا لكم ليكم البنات، نعاود ناكد معاكم خاصكم تكون عندكم ناشفه عاد تخرجوها. ندخل الهريسه ديالي طيب لي، نعاود نرجع لكم ان شاء الله فيما بعد. طيبت الهريسه من التحت، كي طابت لي من التحت وبداو الجوانب تاعها يحمروا لي قلبتها وشتها بلي نشفت لي ما بقاتليش طريه كما اللي كانت عندي في الاول، عاود قديتها من الفوق وحمرت لي. ودروا راه عندي سخونه والشربات ديالي راهم باردين، نفوت مباشره غير نخرجها من الكوشه نبقى تسقي فيها. شوفوا كي تشوفوها بلي تشرب الشربات تعرفوا بلي الهريسه راها ناجحه، هي تطرب الشربات. نحاولوا نسقيها بكامل هذه الكميه بشويه بشويه على حسب درجه الامتصاص تاع السميد، كاين اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. نعاود نرجعها هكذا راه فوقها باقي شويه الشربات، ندخلها الكوشه راه عندي مطفيه بصح راه عاده سخونه، بصح الفرن ديالي راه طافي وسخون باش يزيد يشرب لي مليح الشربات ونخليها تبرد لي. البنات شوفوا راني كملت كامل كمية تاع الشربات، سميت نهار اليوم يشرب لي، نخليها تبرد لي شويه نعاود نشوفها الا ناقصها شويه شربات نعاود نطيب لها، ومن بعد دوك نخليها تبرد لي على الاقل 5 سوايع، ولا من الافضل اللي عنده الوقت يخليها ليله كامله تتبرد باش تتعسل عاد نفوتو باش نقصوها. نشوفكم ان شاء الله فيما بعد. راني عاود وليت البنات بيت الهريسه ديالي ليله كامله باش تشرب لي مليح، باش عاد راني ماشي نزينها ونقصصها. مي ماشي نزينها بحشويه الاوقاو، هاد الاوقاو عندي محمص ومطحون شويه فاخر، وهنا التزيين اختياري، تحبوا تزينوها باللوز مطحون، تحبوا بلي زاموند ايفيلي، تحبوا تعملوا لها حبيبات تاع اللوز قبل ما تطيبوها كما الاصل ديالها، لكم الاختيار. وحبيت نقول لكم بلي انا سميت نهار اليوم يشرب لي بزاف، هذيك الكميه تاع الشربات ما اداتوش، عاود طيبت مره ثانيه شربت، عملت نص كاس سكر وكاس تاع الماء، دائما الماء يكون دافي الكميه تاع السكر. عملتها تغلي معايا 5 دقائق وطفيت عليها وزدت لها شويه تاع الماء زهر.
بصح الشاذات كبيتهم ديريكتومون هما سخونين على خاطر الهريسه تاعي كانت عندي بارده، ما نعملوش بارد في بارد، هريسه بارده والشربات باردين ما يشربنا والو، خاصنا حاجه سخونه وحاجه بارده. في الوكاس عندنا الهريسه سخونه والشربات باردين، وكيعاود بردت لي الهريسه عملت الهريسه بارده والشربات سخونين باش هكذا تشربت لي. نفوت نزينوها شويه الاوقاو كملتها بالتزيين. كما شفتوني يعني عملتها تزيين جد بسيط غير بشويه تاع الخطوط الاوقاو، ودابا نفوت باش نقصها في القرده باش نشوفوها كيفاش جات. بسم الله مشيت جبت هذه كبيره باش تفض لي كامل الحبه مباشره. ها هي دي شوفوها كيفاش جات بنات، هي دي الهريسه تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا القانون ديالها كيفاش جات مع السله، هي دي طريه البنات. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانا جربتها من قبل عجبتني بزاف بزاف، كانوا بزاف البنات شكروا لي هذه الهريسه تاع البن عليها جربتها اليوم. واللي تحب تعرف ما تجيش كان فيها البنه تاع البن، تجي روعه. عملت لكم زوج وصفات تاع الهريسه، دوك نحط لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. والبنات ماذا بكم هاد الايامات قبل ما قرب رمضان جربوا الوصفات اللي تعجبكم اعتمدوا عليها. كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم، الى عجبتكم البنات ما تنساوليش بجيم، وشوفكم في وصفة أخرى إن شاء الله.